السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من أكبر المركبات الغذائية الصناعية في إفريقيا والأكبر في الجزائر، وهذا المركب أغرو أليمونتير في الميدان. أغرو أليمونتير يعني الإنتاج الزراعي الغذائي، يقع في بلدية القصر بولاية بجاية. وبحيث أنه هذا المركب الضخم يلبي ما لا يقل عن 20% من حاجيات الوطنية من كل أنواع الحبوب، من الفارينة والدقيق، كل هذه المنتوجات اللي نستعملها كثير في في التغذيه في العائله الجزائريه. تستعمل كثير السميد الفارينه بكل انواعها. وبحيث انه هذا المركب يتربع عن مساحه تقرب 3 هكتارات، وعنده سعه تاع التخزين تساوي 1,200,000 قنطار، يعني حجم رهيب نتاع هذا المركب اللي نفتخر به، واللي فيه يعني لا كاباسيتي دو ستوكاج 1,200,000 كينتو دو ديفير برودوي سيريالي. دونك هذا هو مركب القصر في ولاية بجاية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.